كاو هاني فوت انهم يضربوا خسفوها فوت بسرعه. لا اله الا الله. الطاير هي احكي لهم فوتوا قواعد هذول. سليم فوتوا هيو 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 طلعوا من عندهم كلهم طلعوا فوتي قسم دي تهب بالظبط فوتي يا خرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وادي الحمص في قرية سور باهر بانتظار تفجير هذا المبنى اللي مكون من طبقين 3 4 5 6 7 8 طوابق حوالي 32 سكنة. في هاي الأثناء أو كمان دقائق سيتم تفجيرها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا دخل دخل هاي في العمارة. طب ليش دخل معهم يعني؟ لا لا هاي بكزده هاي يطلع هاي شكله معهم. لا يا زلمه له ساعه لا معهم اخذوه له ساعه في شكله هو اللي بدي يفجر. تخرب الكبسة ترجع تستنى اخر ساعتين خلاص خليها تزبط شايف الشيء الاول واحده.
الثاني نفس قصور الاصل منها نفس النظام بدرجه انا بلغت عندك صرت 16 فيديو ذاكره خلاص ابو علي على قد يا اخي قديش بدهم قاموا طبقات ملاحظ عشان ما تبقاش عالي على الشارع دير بالك سقطت هلا بقيه السكان هيا من الضفة في الهواء مين هي؟ هيا نزلوا الشباب بح الشباب